السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد على القناة لمشترياتنا من خشب الديكوباج. تعالوا معايا كده 32 شارع الفواطية العتبة الرويعي. ادخلي من ميدان العتبة أو ادخلي من ميدان باب الشعرية، هوريكي أحسن ورشة بتعامل معاها، ورشة الحاج محمد علام. هتدخلي المكان اللي أنا مصورهولك ده، هتلاقي نفسك غصب عنك عملتي اللي انا بعمله كل مرة، ان انا افضل اشتري 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 لغاية ما يبقى معايا يدوب الفلوس اللي ترجعني البيت، لانك هتلاقي شغل كتير حلو ونظيف جدا، مش محتاج مني صنفرة وتعب، وفي نفس الوقت اسعار مختلفة خالص عن اللي بنشوفها برا. دي الورشة، هحطلكوا في صندوق الوصف العنوان والتليفون تاني، وموجودين عندكم على الشاشة. تعالوا نشوف بقى مع بعض كده الناس اللي لسه مش عارفة يعني ايه ديكوباج. المنظم الموجود قدامنا الخشب ده انا حبيت اركز الكاميرا عليه عشان اوريه لكم بعد شوية عملته ازاي. ادي مجموعة المشتريات والعروض اللي الحاج محمد كان عاملها، وقلت اجري بسرعة الحقها بعد ما رجعت البيت شايلة طبعا شيلة. العرض الاولاني الحمد لله لحقته، الباسكت وعلبة المناديل اخدت منه 2. العرض التاني عرض الثلاث صواني اللي بمية، والباسكت وعلبة المناديل ده كان ب60. الثلاث صواني اللي بمية مش هتلاقيها في اي مكان تاني، اخدت عرضين. وادي عرض البوكسات، الاربع بوكسات مقاسات مختلفة برضو بمية، الحمد لله ان انا لحقته. وطبعا عينك بقى وانت واقفة في الورشة هتلاقي نفسك ريقك بيجري على حاجات كتير، يعني الشكمجية اخدت 2، ونفسي بصراحة قوي اعمل ستايل كده فرعوني، هبقى اوريه لكم على القناة لما اعمله. واول مرة الاقي منظم للمكتب، وجبت حامل الموبايل ده كان نفسي قوي اجربه. وطبعا ادام انا هناك لازم اجيب خشب مدور او مستطيل عشان التابلوهات، فجبت واحده مستطيله وواحده مدوره، واتعمل لي وانا واقفه العلاقات بتاعتهم وتظبطوا. ده كده كله مشترياتي النهارده اشتريتها، وفي نفس الوقت في عندي شويه حاجات من الحاجات القديمه اللي لسه ما اشتغلتش عليها اهي، يعني في علاقات مفاتيح، وفي الحامل بتاع التابلوهات، وفي كوسترات لسه ما خلصتهاش، في بوكسين قدام اهم برضو لسه مش كنت عملتهم، مع الخشب التابلوهات، مع صينيتين. هوريكو اخوات الصواني دي عملت عليها شغل شكله ايه. الناس اللي عايزه تتعلم الديكوباج، القناه موجوده عليها مجموعه كبيره من قوائم التشغيل، من ضمنهم قائمه الديكوباج للناس اللي حابه تتعلمه، او اللي بتدخل هنا تشوف شغل الخشب ومش عارفه هو بيتعمل ازاي. الناس اللي حابه تتعلم يلا نتعلم، والناس اللي عندها استعداد ما تكسلوش، نتعلم واحده واحده، نفشل وننجح ونفشل وننجح ونجرب ونجرب لغايه لما ايدينا تتقن الحاجه. بس يلا المهم الهمه، والمهم الناس اللي عندها اراده عشان تبدا تشتغل وتتعلم. ابتدي هاويه زي حالاتي، يمكن لما تتعلمي تتحولي لمحترفه ويبقى مصدر رزق وباب شغل حلو. ادي المنظم اللي قلتلكوا عليه، هديه لواحده من اخواتي كان عيد ميلادها قريب، خدت صورتين من صورها اتعملوا طباع ليزر، الخلفيه في الصورتين كانت اسود وازرق، فاستعملت في المنظم الازرق بدرجاته فاتح وغامق والاسود معاهم، وحطيت الصورتين بتوعها ودخلت الفضي وعملت شغل بارز بالمعجون على الجوانب بالستنسل والمعجون، واشتغلت باللون الفضي على البارز، لقيت الفضي مع الازرق تحفه. المنظم ده شافوه هو خشب، وشافوه بعد ما اشتغلته ما كانوش مصدقين ان هو ده المنظم الخشب. ادي الشغل بتاع الحاج محمد، بعد ما بنضيف ليه لمسة الفن بيطلع في الاخر قد ايه منتج جميل، بيبقى في الاخر فعلا مش مجرد خشب، قطعة فنية. وادي عيد ميلاد اختي التانية كان برضو من ايام، وريت لها الصينية وقلت لها اختاري الرسمة اللي تعجبك، اختارت الرسمة دي، اشتغلت بالاسود والنحاسي طلعوا تحفة. وطبعا اللي بيحكمني في الالوان لون الرسمة، الرسمة اللي انا بختارها او الصورة، الاسود والنحاسي وشغل بارز، واستنسل ضفت بيه الكلمات، واستنسل ضفت بيه الشغل البارز. الصينية كانت تحفة برضو اللي هيشوفها، القطعة الخشب اتحولت للوحة فنية بصراحة مش مجرد صينية. دول اخر شغل اللي هي عملته، هتلاقي الفيديوهات بتاعتهم على القناة وفيديوهات تانية كتيرة قوي. ده بوكس عادي خالص عاملاه هدية لوحدة، مفهوش اي فن، مجرد المناديل الديكوباج، والنص التحتاني السادة ده حطيت فيه معجون وعملته شغل بارز، فده يعتبر مش فن قوي. دي صينية من عند الحاج محمد برضو،
بس عملت فيها الرسم لاني بحب الرسم قوي. نفس اللون الاحمر بتاع البراد ونفس الورد اللي في الصورة رسمته بايدي على اطراف الصينية نفس درجة الاحمر الاصفر والاورنج والاخضر، ورسمت بالفرشة وردات على اطراف الصينية دي، كانت تحفة برضو. اديتها هدية العروسة عندنا في العيلة. دي صينية تانية برضو من الصواني اللي مكتوب عليها كلمة كافي. هنا لما تستخدمي بقى ورق الذهب مع صب الريزون بتخلي الصواني حاجة تانية. اللي فاتت دي كان فيها صب ريزون ورق ذهب، ودي صب ريزون ورق ذهب. الأفكار جميلة جدا. اشتروا الخشب وابتدوا الحقوا واشتغلوا. هل يا ترى الخشب بس للديكوباج؟ ده الديكوباج ده بتعملي بيه العجايب، شوية زلط بقوا تابلوهات اهم، شوية زلط، غطا جردل بلاستيك اتعمل تابلوه متعلق على الحيطة. مين هيقول ان ده غطا بلاستيك او غطا جردل؟ علب السمنة الديكوباج خلاها منظمات جميلة. ازازة اللبن بالديكوباج بقت منظم جميل، حياة تانية وروح تانية في البيت. الديكوباج براد كان محروق وقديم قوي وهيترمي، غيرته خليته موجود عندي في المطبخ. كل دي افكار جميله للديكوباج. يلا نتعلمه مع بعض سوا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتشجعوني، وجودكم معايا هيسعدني جدا، وما تنسوش تلحقوا العروض اللي موجوده.